السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناة أنا وتوري مع مصطفى. أول أرحب بكل اللي بيشوف المجموعة مستقبلا مصر مشرفني جميعا، وأحب أقول يا ريت اللي يشوف قناتي أول مرة يدوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندي، ويا جماعة تعمل له لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان يوصل الناس اللي مش مشتركة عندي ومنها اشترك ما يستفاد من الفيديو. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة كلنا نصلي على سيدنا محمد. دلوقتي يا جماعة لا إله إلا الله، الفراخ دي عمر كام؟ 29 يوم المفروض وزنها يكون لا إله إلا الله 3 كيلو 300، تمام؟ ده المفروض ماشي. فأنا مش عارف إنها 29 يوم ولا 30، بس عامة مش هيفرق يوم، اليوم ده إذا كان هيفرق 100 جرام فمش فارقة. فعامة إحنا هنجيب كام فرخة عشوائية ونوزنهم، وكمان هنذبح من الفراخ دي تمام للشو. احنا عايزين كام فرخه صغيره كده للشو. انا قلت انا هطلعهم عمر 35 يوم، مش هطلعهم دلوقتي تمام، بس انا قلت هوزنهم عامه عشان اعرف الاوزان واوريكم وبالمره نقي يعني منهم. فقلت يعني ايه 3 في 1. وده الرومي، انتم ملاحظين هو كبر؟ انا حاسس ان هو ما كبرش، مش عارف ليه، مش ممكن يكون عشان قدامي طوله الدوره، انما لو غاب عني انا هعرفه، بس هو مش يعني عامه مش ملاحظ ان هو كبير. ادي دول فرختين اللي قدام والورا ده دي تمام. فدلوقتي هنمسك كام فرخه كده مثلا، تعالي بس ايه حطيت الميزان بره، ما شاء الله كيلو ونص، حلو حلو جدا ما شاء الله بالنسبة للي عندي في الجدول، حاجة جميلة ما شاء الله تمام. وإيه تاني؟ أحس إن الدورة دي هتخسرني جامد، لأن كيلو ونص بالنسبة للجدول حلو، بس بالنسبة لي أنا مش حلو. ليه؟ لان انا كنت طلعت اوزان 2.5 3 في 35 يوم، ان اصل دول مش هيزيد كيلو ونص في 5 ايام تمام. نشوف ده، بسم الله. مش هو كيلو 800 تمام. انا بالنسبه لي والله الاوزان دي مش كويسه يعني بالنسبه للدوره اللي فاتت. الدوره اللي فاتت انا مطلعها 3 2.5، لا اله الا الله محمد رسول الله، مطلعها 2. اقل وزن كان عندي كيلو 800 جرام، ده كان اقل وزن عندي الدوره اللي فاتت، مش عارف مالها الدوره دي تمام. ممكن يكون عشان اسهلت، بس انا هطلعها عمر 40 يوم تمام، اوزانها مش مرضيه كده، انا هطلعها 40 يوم بس خير يعني ان شاء الله تمام. عايزين نشوف فرخة صغيرة بقى، نحس دي اللي ممكن نستعملها في الشوي. استني بس، كيلو 2 كيلو 200، كيلو 200 تمام تمام. هو انا عندي الاوزان متوسطه على فكره، بس انا عامه انا كنت متوقع ان الاوزان تبقى ايه احسن من كده. انا الدوره اللي فاتت ما وزنتش غير ساعه الدبح تمام. شوف دي استني بس، تمام 400. لا هو اصل الجدول بيقول لي ان هم في 40 يوم هيتموا 2 كيلو و800، ده في 40 يوم تمام. فلا اله الا الله، انا بقى مش متوقع كده، انا متوقع ايه يعني بالنسبه برضو الجدول قليل تمام.
انا انتوا الجدول عندكم على المنتدى على فكره، انتوا هتشوفوه ان شاء الله. انا اول ما ابتدي انزل الفيديوهات هنزل الجدول، هيدنوا قاعد بقى لحد ما الفيديوهات كلها تخلص. تمام، نزل دي ميتين حلو، ممكن تدفع للشوي بس نظبط. تمام، كيلو 370 جرام. لا ما شاء الله حاجة جميلة يعني، ما شاء الله. وعلى فكرة يا جماعة أنا في خلطة بتاعت اللي أنا عملتها لا إله إلا الله، هي اللي جابت لهم الإسهال. الخلطة بتاعت العسل والخميرة والعسل الأبيض والطحينة جابت لهم إسهال، مش بسبب الخلطة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، السمنة. أنا زودت سمنة فهي اللي خلتهم يجي لهم إسهال كده. تمام، هو الدكتور سألني قال لي أنت بتحط لهم أي حاجة تزود الوزن؟ قلت لهم أه بحط لهم كذا وكذا وسمنة. قال لي السمنة دي هي اللي بتعمل لهم المشاكل، واداني دواء اسهال وقال لي خلاص ما تحطش السمنه غير لما يخفوا، او ما تحطش السمنه غير لما يطلعوا من قبل ما يطلعوا بخمس ايام. دول قول له 30 يوم يعني 10 ايام كده ويطلعوا. تمام، لازم برضو ده ما شاء الله هو بيمشي زي ما الجدول بيقول، يعني في اللي بيقل كيلو في اللي بيبقى قليل شوية، إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله لو على الجدول تمام يعني. بس أنا بصوا يا جماعة، الفراخ الفيومي ما شاء الله ظهر فيهم يديك من الفرخ، زي ما أدم بيقول لي يديك من البالونة. هوريكم، أنا عايز أمسك لكم ديك، عايز أمسك لكم ديك فيومي والله، لولا ان يعني دول متفق، في ناس متفق عليهم كنت خدتهم ربيتهم انا، بس هتتعوض يعني. تعالى يا لبشام، كيلو ومتين كويس. هي ان شاء الله باذن الله الديوك هي اللي هتنصفني، الديوك هي اللي هتنصفني في الاوزان. يعني انا عندي ديك 2 3 4 5، يعني قول مثلا قول عندي في قيمه 10 ديوك في الحدود دي. تمام، انا بقى عايز اعرف اوزان الفراخ الفيومي. هي مش بالوزن، انا مش هبيعها بالوزن، هي انا هبيعها بالعمر ده. تمام، بس عايز اعرف اوزانها كايه يعني، كفضول بس، عشان الفراخ الفيومي مش سهله زي البيضه، هتعرف شويه في جريها. فهمسكهم واجي لكم، بس قبل ما امسكهم عايز اوزن الديك ده. تعالى بس، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا قلت لكم دول اللي هينصفوني. استنى بس، تبقى 100 الا انا قلت لكم يا جماعه مش هينصفني غير الديوك. مش عارف احس ان انا ما عنديش غير الديك ده، مع ان انا عندي ديك تانية يعني. هو الديك بصوا بيبقى طالع علف ازاي، انا مش بحط لهم علف غير لما يلقطوه اصلا. استنى بس، نص ونص و600 حاجه زي كده يعني، بس ان شاء الله خير يعني.
400. انتوا شايفين؟ تهيألي انتوا مش شايفين. طب هظبط الدنيا واجي لكم اهوت. انا يعتبر وزنت فراخ كتير، عايز بقى اوزن الرومي. ده الديل عشان التعب بتاعته كبير. الديك ما شاء الله كيلو و300 حاجة. موزن الفرخة برضو. الرومي ده هطل اصلا، همسكه يا جماعة واجيلكم. اهو يا جماعة الفرخة وزنها كيلو الا 45 جرام، مش فارقة يعني نقول كيلو. لا ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة. وان شاء الله يعني قبل ما اطلع الدورة دي على الخلاطات اللي انا احطها لهم، الرومي برضه هياكل منها علشان يبقوا ايه مناعتهم حلوه برضو كده قبل ما اطلعهم، علشان لو التاجر جه يشتري مني الفراخ البيضه ما يعيبش عليها. تمام. فاسف يا جماعه ان انا طولت عليكم، وان شاء الله تقابل فيديو جديد او بث جديد ايهما اقرب، وان شاء الله الفيديو الجاي البث الجاي يكون احسن من ده. واسف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.